طبعا بالنسبه حق تقييم تجربتنا في التعلم عن بعد خلال اللي هي طبعا جائحه كورونا كوفيد 19، بنيه باتجاه عكسي في ان احنا الاشادات اللي حققناها واللي حصلنا عليها في وزاره التربيه والتعليم، والتي على راسها طبعا اشاده جلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى في الكلمه الساميه التي حظينا بها احنا وابنائنا وبناتنا الطالبات في شهر ابريل الماضي، عندما طبعا وجه هذه الكلمة كلمة حانية مفعمة بمشاعر الأبوة والمسؤولية، على اعتبار أن وضع الطالب في محضن الاهتمام، اهتمام الدولة وأيضا اهتمام القيادة، وأيضا حملهم مسؤولية بناء اللي هو طبعا مستقبل مملكة البحرين. احنا عندنا طبعا من خلال اللي هي تجربة التعلم عن بعد نقدر نقول ان احنا من خلال اللي هو خوض تجربة او حتى كون ان هي الجائحة اثرت على كل دول العالم، احنا في مملكة البحرين نقدر نتكلم بأرض صلبة ان احنا ما تأثرنا بهذه الجائحة من ناحية اللي هي ايقاف التعليم. احنا من اول ما طبعا ما صار اللي هو قرار اللجنة التنسيقية باللي هو وقف التعليم او تعليق الدراسة، عفوا تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة وليس وقف التعليم، بالعكس وزارة التربية والتعليم ابتدينا ان احنا نتخذ كل الاجراءات لنضمن استدامة التعليم. ويمكن اللي ساعدنا في هذا الشيء ان احنا عندنا كان استثمار، هذا الاستثمار ابتدى اللي هو نشوف نتائجه بشكل واضح ومشهود من قبل الكل. هذا الاستثمار من خلال اللي هو طبعا مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل اللي تم طبعا تدشينه من جلالة الملك في 2005، بعدين مباشرة في 2015 تم اللي هو أيضا بتوجيه سامي من جلالة الملك تم التحول إلى التمكين الرقمي. وطبعا في أثناء اللي هو تدشين المشروع كان هناك اللي هو التركيز على البنية التحتية من ناحية شبكات أجهزة وإلى آخره، وفي التمكين الرقمي صار التركيز أكثر على الأفراد من ناحية تدريبهم تأهيلهم كمعلمين وأيضا ك طلبة، بحيث انهم يعني يتعاملون مع اللي هي التقنية، يتعاملون مع الأدوات الرقمية، يتعاملون مع الأجهزة، مع البرمجيات. فهذا الاستعداد احنا يمكن نقول عندنا تعلم إلكتروني لكن اتضح بقوة أثناء الأزمة. هل وزارة التربية أحسنت التصرف أم لم تحسن؟ يا أحسنت التصرف يا ما لم تحسن. في العموم لو سوينا استفتاء في هذا السؤال أحسنت التصرف، أنا أعتقد وأنا واحدة من المجتمع أحسنت التصرف. ليش؟ أحسنت التصرف في تحويل التعليم الاعتيادي بهالسرعة إلى تعليم عن بعد. يعني حتى لو تطورنا في المستقبل لا يمكن أن يكون التعليم عن بعد 100% مثل الحين. الأزمة أو اختلاف الآراء اللي صارت أن التعليم تحول في لحظة في يوم يومين إلى تعليم 100% عن بعد. 24 فبراير كانت أول إصابة تطلع في البحرين، 26 فبراير تعلق التعليم عندنا، تعلق. ولو قستها من منظور دولي تلقى البحرين من الدول المتقدمة. أعطني دولة سوت تجربة أفضل من تجربتنا. الدول اللي مقتدرة وتعرف انت الامكانيات المادية اللي وفرت فعلا لوائح تعليمية الالكترونية حق عيالها، يعني خطت اكثر منا خطوة. ان احنا مو كل اولياء الامور عندهم مثل ما تفضلت، يعني هذه فعلا مشكلة، لكن شلون ممكن عالجناها؟ احنا لا يمكن وزارة التربية في هالظروف عندها دي كل الامكانيات توفر لوائح تعليمية لجميع الطلبة، ما جاهزين ولا الميزانية الدولة لهذا الموضوع. فاللوائح التعليمية الضرورية عشان ننتهي من مشكلة أولياء الأمور اللي قاعدين ما قادرين يوفرون. بعدين في فترات في التطبيقات يحلها الطالب، يعني مو كلهم بيقعدون في وقت واحد بيحلون الطلبة، في توزيع في مدى، يعني المعلم يعطي التطبيقات الطالب وينتظره، لأن ما في عندنا يعني في التعليم الخاص تلقى يعني تعلم عن بعد متزامن، يعني الطالب قاعد والمعلم قاعد وراقبه بكاميرات موجود ولا غير موجود. في عندهم منصات وإلى آخره، ذيك مسيطرين على مدرسة واحدة مو بأكثر من 200 مدرسة في ظل هل المفاجأة اللي جاتنا. فإحنا نقول في الفترة اللي راحت
الوزارة وزارة التربية أحسنت التصرف، ما علقت التعليم مثل بعض الدول المقتدرة حتى، واتخذت كل الأجراءات التي استطاعت أن تقدمها بجهود أبنائها. أنا قيم المرحلة اللي طافت صراحة لوزارة التربية والتعليم، إن مثل ما قلت حق الأستاذة، إذا أنا أقدر أقيم أعطيهم 10 من 10. ليش بقول أعطيهم 10 من 10؟ أنا كحين أنا بتكلم كأم وليس من السلطة التشريعية، شلون الأهالي في البيت مع وزارة التربية والتعليم قدروا إن إحنا الأهالي اكتسبوا ثقة وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم اقتنعت بالتعلم عن بعد قبل ما كان فيه. إحنا في الكتب مثلا الأستاذة صفية قالت إن يمكن مدارس الخاصة، مدارس الخاصة كتبها أصلا جاية ومعاها كل البرامج الموجودة على أونلاين كلها. ليش مدارس خاصة قدرت خلال 2-3 أيام تشغل البرامج؟ لأن هي موجودة من أساس، ولي الأمر عنده حتى الآيبان مال البرنامج يقدر. ولكن وزارة التربية والتعليم، أنا مثلا بقول عن الاحتياجات الخاصة، تدرون وزارة التربية والتعليم سوت 502 برنامج إثرائي لطلبة التربية الخاصة، سواء للصم ولا العميان المكفوفين ولا توحد ولا، فحتى صعوبات التعلم، فحطت لهم برامج في هذه الفترة البسيطة. احنا لو نبي نعد مسبق برامج إثرائية، مستحيل أنا أقول لك كتربوية أقدر أعطيك بهالقدر 502 برنامج في هالفترة البسيطة، مستحيل، يأخذ لي وقت طويل جدا. ولكن هذا يعني شيء يتضح إنه اللي وراء الكواليس اشتغلوا صراحة بكل جهد وقلبهم، إن شلون أنا أعد البرنامج ما خلي طالب التربية الخاصة ولا ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون مقطوعين عن التعلم في هالفترة هذه. ففكروا فيهم لأنه هو إلزام علينا نعلمهم. البرنامج اللي مشى حتى في البرامج العلمية الثانية اللي هم صوروها وعرضوها، كان أولياء أمور أنا أسألهم شلون، قلوا والله احنا تدين تعلمنا، انا اقعد مع ولدي تعلمت الرياضيات، واللي تقول انا تعلمت العلوم، لان هم ابتدوا اولياء امور خذوا هالمسؤوليه على عاتقهم. لا طالبات الله يسلمك او الطلبه شلون احنا قاعدين، اكيد اخذوا احترازاتهم، لكن طالب كان متفوق في الصف امام المدرس، اليوم في الالكتروني نزل مستواه، طاح مستواه، مو قادر لأن متعلم، مو جميعهم طبعا، ففي حالات ما نقول 10 على 10، في بعض الأشياء في الوزارة بعد لازم تنظر إليها. احنا اليوم كوزارة التربية والتعليم ارتئينا أن هذه خطوة مبدئية بدأت بجيد، ما أقول ممتاز ولا أقول جيد جدا، و لأن المواطن يراقبك. متقاعدين كثيرين، مدرسات، أمهات وآباء، مدرسين كانوا أصبحوا مدرسين لطلبتهم في البيت أمام التلفزيون أمام اللابتوب. طيب هاي من جانب، بدخل في هذا الجانب اللي أقول، هل ولي الأمر اللي عنده 5 أولاد أو 4 أولاد كلهم يقدر يجمعهم أمام لابتوب واحد؟ صعب. أمام التلفزيون؟ صعب. لكن عنده قدرة مالية على أنه يشتري 5 لابتوب أو 5 أو 3 شاشات في البيت؟ هل عنده استطاعة مادية على أن يدفع أجرة الإنترنت؟ هل عنده استطاعة مادية على أن يدفع التكاليف اللي جت وراء هذا التعليم؟ شوية صعب. أنا أقول لوزارة التربية والتعليم، الاعتراف دائما عند الإنسان، يقول لك الاعتراف بالدم فضيلة. أنا لو اعترفت أن اليوم تعليمي راح يكون عن مبدأ كذا بنسبة جيد، ولكن خطواتنا القادمة هذه تريح الإنسان، أنا في وجهة نظري أفضل من أن أقول تعديت الخطوة المعهد التدريبي أو الفترة التدريبية والتعليمية بدرجة امتياز. ذوي الاحتياجات الخاصة الآن متلازمة الداون أو غيرهم، هذول لازم يكون التعلم وياهم عن قرب ومستمر، لأن ينسون يتبخر عندهم الجسم. بالنسبة حق طلبة التربية الخاصة اللي تفضلت فيهم، طبعا احنا نقول أن التعلم عن بعد ما أقفلنا أي فئة من الفئات بما فيهم التربية الخاصة.
تم شملهم من خلال اللي هي جميع الدروس اللي موجودة على البوابة، جميع المراحل الدراسية ابتدائي اعدادي ثانوي، جميعهم بمختلف الفئات، حتى فئات صعوبات التعلم، الإعاقات الذهنية البسيطة، التوحد، حتى التفوق الأكاديمي، جميعهم لم يتم إقفالهم، بل بالعكس احنا حتى أثناء اللي هو تحميل الدروس ورفعها على البوابة التعليمية والموقع